صباح الخير يا ابو العطريفي. بيه ده شعبان ابن محمود العطريفي. قال انت ست ولا ايه يا بيه؟ لا ما نسيتكش. خير خير ان شاء الله. انا بس كنت يعني عايز حضرتك كده بكلمتين. قول عايز ايه؟ بقول يعني اصل انا زي ما تقول كده يا ابو البيه داخل على مشروع جواز. مبروك. الله يبارك فيك. وكنت بقول يعني كده يعني اصلي انا كنت يعني زي ما تقول. الله ما تقول يا ابني وتخلصنا. حاضر يا بيه. تسمح لي اقعد يا بيه؟ انا زي ما تقول كده عايش شقة. تكونش فاكرني سمسار. لا يا بيه العفو لا سمح الله. انا بس بقول يعني ان احنا قرايب وانا من لحمك برضه وانت كبرني واليد العليا خير من اليد السفلي ومن قدم شيء بيده التقاه. ايه يا ابني اسلوب الشحاته ده؟ عايز ايه؟ شحات ليه يا بيه لا سمح الله؟ انا بس كنت بقول يعني عايز من حضرتك 2000 جنيه سلف. ايه؟ سلف؟ ما تتجعسي يا بيه. ما هم انا عايز 2000 جنيه سلف وهردهم لحضرتك كل شهر 2 جنيه. هكتب لك بيهم كمبيالات. برضه ما حدش ضامن الموت من الحي. عارف يا بيه؟ الشقه اللي انا هاخدها ايه؟ 3 مطارح. ربنا هيكتب لك في الجنه 3 مطارح بعفشة ميتهم. ايه الولد المعتوه ده يا عبد الجواد؟ يلا يا شعبان فرصه تانية. فرصه ايه يا ابو عبد الجواد؟ يا ابو الغطريفي طلع الولد ده بره. انا مش ناقصك مش عايز وجع دماغ. اخص عليك يا ابو الغطريفي اخص. طلع الولد ده بره. حاضر حاضر بس اهدى زيادتك. تعال. هو انا عملت حاجه زعل؟ لا ابدا بس تعال معايا. يلا يا ابو الغطريفي. طب خليهم 3 جنيه كل شهر يا ابو الغطريفي. اطلع بره. يطلع بره فين؟ هتودي الفلوس دي كلها فين؟ خليهم على قلبك كده. يلا بره. طب يا ابو الغطريفي اتفضل. شعبان افندم. انتوا بعتولي ايه الحاله اللي عندكم؟ حاله؟ سيادتك يا فندم غلطت. ده العيان فوق في الدور الفوقاني. انا مش دكتور انا السباك. مين يا زينب؟ هو ده البيه السباك يا اما. هو حضرتك سباك؟ ايوه. يعني بيصلح حنفيات وبوابير جاز؟ ايوه. اتفضل. كان لازم تبعتولي بدري شوية. لخير؟ هي الحنفية حامل؟ لا محتاجة قلب. عندكم قلب ولا تاخدوا قلب من عندي؟ قلب؟ لا احنا ما عندناش قلب. طب من فضلك نشف المية علشان اعرف اشتغل. لا تطمني ما تتخضيش. انا مش قلت لك اطمني يا هانم؟ هو الحساب كام يا حضرتك؟ جنيه كشف وجنيه تغيير القلب يبقى الحساب كله 2 جنيه 3 جنيه علشان في جنيه رسم طلوع سلم. ده كتير يا حضرتك. من فضلك انا ما احبش حد يفصلني في شغلي ابدا. طب وعشان خاطري؟ عشان خاطرك من غير فلوس. لا انت هتجب علينا يا اخويا. خد 3 جنيه بتوعك هم. اتفضل اتفضل. يا بيت امشي امشي. مع السلامه. 3 جنيه تصليح حنفيه يا عالم. انا عارفه انت ما اشتغلتش سباك ليه يا شعبان. سباك؟ عيب يا زينب عيب. ده راجل محترم. ده انا اهلي صرفوا عليا دم قلبهم. انا معايا ثانويه عامه رحت مدارس وجيت من مدارس وابتديت من جدول الضرب وقالب به ت. ده كفايه الاستاتيكا والديناميكا ومركز الثقل وتقولي لي ابقى سباك؟ طب خلاص انت مالك نافش ريشك كده؟ تكونش قابلت قريبك الغني؟ ايوه طلبت منه 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ طب عال اتفضل بقى ابويا زمانه جاي دلوقتي. قول وجبت الفلوس الحمد لله؟ انا طلبتهم بس. ايه هيديهم لك امتى؟ مش هديهم لي. امال ايه؟ طردني. طردك؟ امال انت جاي ليه؟ جاي عشان اتحال على ابوك كمان مره. اتحال على ابويا؟ انت عارف ابويا ما بيحبش الحال المايل. لو سمع الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده هيمنعنا اشوفك خالص. طب اعمل ايه بس انا يا زينب؟ العين بصيره واليد قصيره. اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا عالم؟
والازمه له ده بسبع ارواح. خير يا دكتور؟ الباقي في حياته. لكن ده صحته كانت اتحسنت كتير. دي حاجات بتاعت ربنا. الله يرحمه. ايه دنيا البقية في حياتكم جميعا يا اخواني، بقى في حياتكم ما بقى الا وجه الله، والله ما بقى الا وجه الله. يلا هنعمل ايه؟ انا عايز بيبس. ايه دنيا امشي عدل يحتار عدوك فيك، امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا بالصرم على دماغكم في الاخره. ايه كان امير، كان امير إن شاء الله تبقى تشوي في نار جهنم يا غطريفي. كان هيخس عليك حاجة لو كنت اديتني 2000 جنيه هفك نفسي بيهم في شقة. إن شاء الله يبقى ربنا ياخدك كمان مرة. أمير، كان أمير. يلا ربنا يسامحك. هنعمل إيه؟ امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا بالبلغة القديمة في الآخرة. أنا بقول لكم أهو. يلا. عملت حصر بالممتلكات وحسبت التركة. طبعا حوالي 6.5 مليون. 6 مليون جنيه. يا ما انت كريم يا رب. هينوب كل واحد مننا كام يا صاحب جواد؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي. ايه دنيا المعزه خلصت، صحيحكم مشغول. الله يرحمك يا ابو الغطريفي. صحيتني ليه يا ابو عبد الوهاب؟ كنت سيبني نايم علشان انسى انه مات. يلا يلا اتفقنا. بقول ايه يا ابو عبد الوهاب؟ هو المرحوم كان موصيكم ما توزعوش سجاير حفاظا على الصحه العامه؟ المعزه خلصت. طيب هو انتوا مش هتعشوني؟ يلا بقى. يلا امشي زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا على قفاكم في الاخره.